الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى سنن الترمذي أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى سنن الترمذي أبواب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع باب كيفية تشميت العطس. نعم، عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر، فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، يعني هو عطس بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم. فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال عليك وعلى أمك السلام، قال عليك وعلى أمك. فكان الرجل وجد في نفسي، يعني كيف هو ما دخل أمي في هذا الباب، غاضب الرجل. فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لي ولكم. وهذا الحديث اختلف فيه، والحديث فيه بعض الضعف لكن استأنس به. هنا عندما قال عطس كان جاهلا، لم يعلم كيف يقول، فقال السلام عليكم، فوضع السلام في غير موضعه، لذلك عنفه الصاحب الجليل، وضع السلام في غير موضعه. ولذلك قال علماء هنا إذا وضع المرء العلم في غير موضعه لابد أن يرد، ممكن بالرفق، ممكن بالزجر، ممكن بالشدة حتى يتعلم، لأنه يعني يجدر بواحد هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود أمة أن يكون قد تعلم هذا الذكر عندما يعطس ماذا يقول. فلما أخطأ ووضع السلام في غير موضعه كان الأمر بالتبكيت والزجر والتعليم بالشدة، قال له عليك وعلى أمك. وكان له في ذلك سلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل فقال السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك، يعني وضعت السلام في غير موضعه، لما تقول السلام عليكم؟ ثم علمه، هنا عنفه ثم علمه، قال عليك وعلى أمك، ثم قال له إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقول السامع له يرحمكم الله، فيقول الآخر يغفر الله لي ولكم، وفي رواية يهديكم الله يصلح بالكم. قال فيرد عليه يقول يرحمك الله، وليقول يغفر الله لي ولكم. وهذا تنوع، ففيه ثبت، طبعا الثابت الصحيحين أن يقول يهديكم الله يصلح بالكم، هذا الثابت. وإن قلنا بالرواية الأخرى واستحسناها فهنا نقول هو مخير بين أن يقول يغفر الله لي ولكم، وأيضا أن يقول يهديكم الله يصلح بالكم، وأيضا مخير الذي عطس أن يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله على كل حال، لأن هذا ورد وهذا ورد، لأن هذا ورد وهذا وهذا ورد. فيكون الأدب هنا بأنه يضع شيء في موضعه، يضع العلم في موضعه، وهذه فيها دلالة أن الذي يضع العلم في غير موضعه لابد أن يزجر ولابد أن يعلم. فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليك على أمك، ثم قال له إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين، أغلق بابا فتح بابا آخر وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، وليقل من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لي يغفر الله لي ولكم، وفي رواية يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن في الرواية الثانية قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين، مخير بين هذه وتلك. وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل الآخر يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم. فهذه ثبتت وهذه ثبتت، فله أمور هنا الآن إذا عطس أن يقول الحمد لله، أن يقول الحمد لله رب العالمين، والزيادة أفضل، أن يقول الحمد لله على كل حال، مخير بين هذه وتلك. والسامع يقول الله يرحمكم الله، فيرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا الثابت في الصحيح، أو يقول يغفر الله لنا ولكم قد ورد، والأولى أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه أداب العطس والتشميت في القول به. الفوائد المستنبطة: واحد، زجروا من وضع العلم في غير موضعه. إذا عنف المعلم الطالب وجب عليه أن يعلمه، إذا عنف المعلم الطالب وجب عليه أن يعلمه الصواب من الخطأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.